ضمن أعمال الجولة الترويجية التي يقوم بها الوفد الاقتصادي البحريني بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية إلى جمهورية الصين الشعبية، انطلقت اليوم أعمال المنتدى الصيني البحريني للأعمال في إقليم خبي، وذلك برئاسة معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة. ضمن الجولة الترويجية التي ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية، التقى الوفد البحريني الاقتصادي في آخر محطة له بالصين برئاسة معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، بالسيد زو كين محافظ إقليم خبي بالصين، حيث بحث الجانبان فرص التعاون التجاري وتعزيز العلاقات المشتركة. كما انطلق المنتدى الصيني البحريني للأعمال في خبي بحضور عدد من المسؤولين المحليين وكبار رجال الأعمال في هذه المدينة. ويشارك في الجولة الترويجية أعضاء من القطاع الخاص وممثلين من غرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية بين الجانبين. طبعا سعدنا بلقاء محافظ إقليم خبي محافظ شيشن، ولا شك أنه هو صديق قديم لمملكة البحرين، فقد وقعنا معه اتفاقية حينما كان محافظ لشنزن مع محافظة العاصمة، وقد التقى القيادة الرشيدة متمثلة في صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المؤقر وولي العهد الأمين صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وكان لهذا اللقاء كان هذا اللقاء مثمر جدا، تبادلوا فيه الأفكار، ومن خلاله احنا اليوم عرض علينا ان نوقع اتفاقية جديدة مع مقاطعة خيبي، وهي متمثلة في التوأمة بين المقاطعة ومحافظة العاصمة. ولا شك ان هذه العلاقات لها دور كبير في تسهيل التجارة البينية بين مملكة البحرين والصين. طبعا نحن نسعى من خلال هذه الزيارات، وهذه تعتبر من المدينة الثالثة في الصين، إلى ترويج البحرين. احنا نحاول نلتقي مع عدد كبير من الشركات المحلية لنظهر لهم الجوانب أو الفرص الاستثمارية الموجودة المتاحة حق الأجانب في الصين. طبعا عندنا قطاعات كثيرة مهمة، يمكن هالبلاد مشهورة بالتقنية العالية، فقطاع تقنية الاتصالات شيء وايد مهم بالنسبة لهم، قطاع صناعة السيارات هم بعد قطاع مهم، التقنية المالية اللي يسموها فنتك هم بعد قطاعات مهمة كثيرة. في كثير من الشركات موجودة هنا اليوم، وإحنا طبعا نسعى إلى التخاطب معهم والتراسل معهم. ورافق أعمال المنتدى توقيع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع دائرة تجارة في الإقليم بهدف تعزيز التواصل التجاري وتبادل المعلومات الاستثمارية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة CNBM الدولية لبحثه فرص تأسيس مقر للشركة في البحرين ونقل بعض صناعات مواد البناء للبحرين وتبادل الزيارات مع البحرين. بالإضافة إلى ذلك، وقع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع شركة باودونغ هانيانغ لتكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد بهدف بحث فرص تأسيس مقر لإدارة عمليات الشركة في الشرق الأوسط من البحرين. زيارتنا اليوم كانت زيارة صداقة، وأيضا من أجل بناء علاقة مع هذه الولاية. طبعا الولاية مشهورة بشركات البناء العريقة، بناء يعني مواد البناء، وأيضا القطارات السريعة الهاي سبيد ترينز. فهناك يعني صراحة في مجال للتعاون مع الولاية، ويعني لأن المحافظ هو صديق البحرين هذه بيسهل الأمور أكثر وأكثر. اليوم وقعنا اتفاقيات مع شركات من الولاية نفسها، واحدة في مجال 3D printing، واحدة في مجال مواد البناء، ونأمل إن شاء الله أن نبني على هذه العلاقة في المستقبل القريب. من خلال دراستنا للمنطقة نعلم أن البحرين سوق منفتح وحر للغاية. البحرين منطقة جاذبة للشركات الصينية لأنها تحظى بموقع استراتيجي مع مبادرة الحزام والطريق، وهي بوابة للسوق السعودي. شركة CNBM تعتبر ضمن قائمة أكبر 500 شركة وثاني أكبر شركة لمواد البناء في العالم.
وتعتبر منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسواقنا الرئيسة، ونأمل بدخول السوق السعودية ولا سيما المنطقة الشرقية عبر مملكة البحرين. نحن متواجدون في الشرق الأوسط منذ أكثر من 20 عاما، ونأمل بتقديم خدمة أفضل لعملائنا في المنطقة من خلال هذه الشراكة الجديدة الهامة مع مملكة البحرين. وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة هامة نحو توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية الصين الشعبية ومملكة البحرين، وتحقيقا للدور الأساسي لمجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات الصينية للمساهمة في خلق وظائف نوعية في السوق البحريني.